الهلالي المركز الثالث في سباق 1500 متر اليوم الخميس بملتقى لوزان بسويسرا ضمن المرحلة الثامنة من العصبة الماسية. الهلالي والتي فازت في الميدالية النحاسية في 800 متر بألعاب البحر الأبيض المتوسط في دورة ميرسن التركية سجلت توقيت 4:04.58 وراء الهولندية سيفان حسن صاحبة المركز الثاني، فيما المرتبة الأولى كانت من نصيب السويدية أبيدا أريغاوي، فيما رباب عرافي جاءت في المركز الرابع. أما بالنسبة لابتسام الخواد فلم تكمل السباق. Quatre, onze.